السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب التجديد كده حاولت أغير المقدمة. يلا يا ياسر سمع عمو حبيبي. أهلا بكل طلبة آلي متابعين قناتي، يا رب تكونوا بخير. لو أنت بتابعي قناتي مور الأولي فم تنساش تعمل لأيك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفايت جروب الأصوات. الخطأ الأول طبعا اللي بيتكرر من كل الطلاب وهو استعجال وقت الامتحان. كل الناس بتقول يا رب أنا مليت، إمتى الامتحان يجي؟ خلاص أنا جبت آخري، أنا عايز الامتحان يجي وإن شاء الله حتى أي درجة يجيبها، بس خلاص أنا مش مستحمل الضغط النفسي ده، أنا عايز الامتحان يجي. نطلع بالزمن شوية ونتخيل موقف أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طبعا لما يشتد البلاء والكرب على كل الناس، فكل الناس طبعا بتروح لأصحاب المنازل العالية عشان خاطر يستسمحوهم إنهم يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى إنه يبدأ الحساب. فالناس كلها طبعا تفكيرها عايزين نبدأ الحساب، إحنا تعبنا من الأهوال والموقف اللي إحنا فيه دلوقتي، مش مهم، أهم حاجة نتحاسب. حسب سؤال جنة أو نار مش هتفرق معنا، بس نخلص الموقف ده. وده طبعا بنسميه جهل أو يعتبر جهل بالموقف اللي مستنيك بعد كده. يعني بمعنى أصح، من شدة الأهوال ومن الضغط متخيل إن مفيش حاجة هتكون بعد كده أصعب من اللي أنت فيه دلوقتي، فاللي يجي بقى أنا مش فارقة معايا، أهم حاجة أخلص من الموقف ده. فبلاش تكون حالك زيهم وتتمنى الامتحانات تيجي بحجة إن أنت زهقت وفاض بيك، لأن فعلا فعلا والله العظيم لو لا قدر الله جبت أي درجة وحشة فساعتها هتكون في حرب تاني مع نفسك. الخطأ التاني طبعا اللي مش عايزك تعمله ان انت ما تحاولش ان انت تذاكر دايما، يعني بلاش جو الاجتهاد اللي ممكن يخلص عليك، يعني حاول ان انت تذاكر بذكاء، الموضوع عايز منك ذكاء، وحاول ان انت تذاكر شوية وتريح شوية، تذاكر شوية وتريح شوية عشان خاطر دماغك تفصل، لان انت لو ذاكرت دايما يعني معنى صح علميا الموضوع ده مش صح ان انت دايما 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 مذاكرة، لان الدماغ مش بتاخد غير جزء كفاية كده وبعد كده بتفصل. لا بقى انا عايزك تذاكر وتكلم اصحابك وتعمل كل حاجة انت نفسك فيها، بس في اطار المود اللي انت فيه. بمعنى يعني مثلا ان انت لو كلمت صاحب من اصحابك التفهيم مثلا او اي صاحب تافه، فبتسأل بتقول له عامل ايه في المذاكرة وكده، فبيقول لك يا عم فكك يا عم سايبها على الله، والله العظيم ما ذاكرت حاجة، والله مش عارف ايه. فالنوع ده من الاصحاب طبعا بيخلص عليك، او بمعنى صح بيحبط في امالك. لكن واحد تاني طبعا يتكلم وتقول له انت ذاكرت عملت حاجة، يقول لك والله العظيم الحمد لله انا ذاكرت والباب ده سهل والحاجة دي سهلة. فالنوع اللي زي ده هيحاول يخليك ان انت تشد اكتر وتحاول ان انت تجتهد اكتر. ويخلي بالك كمان حاجة تانية لازم تاخد بالك منها، ان انت ما تحاولش تدخل في مشاكل او صراعات، تحاول تغير من مودك، من مود المذاكرة، من الجو العام بتاعك. واهم حاجة تخلي بالك منها بالله عليك، ان انت تفضل في المود دايما. يعني ايه بقى المود دايما؟ مود المذاكرة. يعني بمعنى صح خلصت انا دلوقتي مذاكرة، اعمل ايه؟ اروح اقعد على النت، خلاص الوقت الفراغ بتاعي. ما تحاولش تطلع من المود ده ان انت تدخل بحاجه او تتفرج على حاجه تبعدك عن المود ده. لا، اتفرج على فيديو تحفيزي خليك برضو في نفس المود، اتفرج مثلا على طريقه من طرق المذاكره. يعني بمعنى صح لو انت بتذاكر بالورقه والقلم وكده وخلاص ومليت وتعبت، لا اقعد كده ونام وريح واتفرج مثلا على درس مشروح، اتفرج على درس تحفيزي، اتفرج على اي حاجه تخليك في المود اللي انت فيه. طب لو انت مش كده، لو انت ما بتحبش الموضوع ده، بمعنى مثلا انا خلصت عايز اروح اتفرج على التلفزيون، لا بص بقى، طالما انت بقى مش من النوع ده الزم نفسك او خلي دماغك مربوطه باللي وراك. يعني ما انا صح انا ان شاء الله هخلص الحاجه اللي انا اتفرج عليها التلفزيون او هخلص الحاجه دي وهرجع تاني اللي ورايا لان ورايا كذا وكذا وكذا، خلي الحاجه في دماغك. وبكده طبعا هتضمن ان انت في المود دايما. واهم حاجه وقت لما تبدا مذاكره حاول انت وقت المذاكره ابعد عن اي مؤثرات خارجيه ممكن تبعدك عن المود اللي انت فيه، حاول تقفل كل حاجه حواليك وحاول ان انت تريح كده وتفضل مع نفسك عشان خاطر تفضل في المود اللي انت فيه. واهم حاجه لازم تاخد بالك منها ان انت تحافظ على الناس اللي بتدي لك دفع ان انت تذاكر. حافظ على الناس دي اللي بتدي لك دفع باي وسيله او اي طريقه مهما كانت ان انت تذاكر. ودي طبعا كانت نهاية كلامي معاكم، بتمنى التوفيق لكم دايما يا رب ان شاء الله وتجيبوا اعلى الدرجات. وما تنسوش طبعا لو انت مش مشترك في القناة اشترك فيها وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهات الفترة الجاية. ولو انت برضو مش متابع فيديو قناة الفلوجز ممكن تتابعها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قريب كده، واكتبوا لي لو عايزين اي حاجة مني اكتبوا لي في الكومنتس ان شاء الله وانا هتكلم عنها. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.